للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور أهلا بك إلى هذه النشرة وبعد التحية. هل يعني ضعف يعني عفوا ضعف كورونا أو ضعف المتحور الجديد من كورونا وضعف أعراضه هل جعل الناس أو جعل الناس تستهون بهذا المرض أو تستهون بهذا الوباء وتفرط في عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ تحياتي للجميع. لا أعتقد في كل الدول بنقدر نحكم في نفس الأسلوب. ليش؟ لأنه في دول عملت إجراءات اللي تجبر الأشخاص إنها تعملوا التطعيم والمسحات والإجراءات اللازمة مثل إيطاليا أوروبا مع جواز المرور الأخضر الإجباري، وارتفعت في المدة الأخيرة نسبة التطعيم يعني في هاي الدول. في دول لم تعمل هاي الإجراءات، لم تعمل إجراءات صحية، عشان هيك السكان لا يلتزموا 100% باستعمال الكمامة أو باستعمال التطعيم أو باستعمال النصائح والإرشادات. اليوم يثبت أوميكرون إنه بداية نهاية الأعراض الخطيرة، في تراجع كبير في عدد. ولكن دكتور عذرا للمقاطعة، يعني اليوم كان التحذير من قبل منظمة الصحة العالمية على لسان تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة بأنه ربما تظهر متحورات جديدة أشد فتكا وخطورة من أوميكرون. حسب رأيي هاي التصريح خطير بنوعه. ليش؟ لأنه إحنا لازم نعطي معلومات اللي يعني مسكين فيها، فيش إثبات طبي وصحي إنه يثبت إنه في متحورات جديدة سوف تكون في المستقبل أخطر من أوميكرون. إحنا في عنا إثباتات طبية إنه الفيروس لما يوصل إلى 85% تغير من الفيروس الأصلي، وجميع المتحورات الموجودة اليوم مع أوميكرون مع المتحور في فرنسا مع كثير من المتحورات اللي ظهرت في بعض الدول كلياتها عندها نفس الصفة قوية بالانتشار، لا تسبب أعراض خطيرة. إحنا مع منظمة الصحة العالمية إنه لازم نستمر بالإجراءات الصحية، بالمحافظة على النصائح والإرشادات، وفي نفس الوقت في تراجع تقريباً أزيد من 15% من في أرقام الأشخاص اللي بتوفوا. نفس الإشي في شهر، في آخر شهر واحد بداية شهر اثنين سوف تبدأ نهاية الموجة الرابعة، لأنه اليوم في إيطاليا وفي أوروبا الأرقام بدأت تنخفض في عدد المصابين، بس فيش ضغط مثل السنة اللي فاتت على المستشفيات وعلى غرف الإنعاش وعلى النظام الصحي. نعم دكتور، يعني ألا تتفق معي بأن يعني ضعف أو قلة خطورة أعراض أوميكرون جعلت البعض يستهين بهذا الفيروس مما أدى إلى سرعة انتشاره أو تفشي الوباء ربما؟ نعم أنا متفق معك، هيك تصريح مضبوط ودقيق ولازم نركز عليه، بس وين في موجود هذا التصرف او من ناحيه السكان، خصوصا في الدول اللي فيش فيها مثلا جواز مرور الاخضر اجباري في كل المحلات. فيش في هاي الحاله لما ايطاليا بتعمل جواز مرور اخضر اجباري او المسحه اجباري عشان استعمال المواصلات، عشان استعمال الدخول الى المستشفيات، الى المتاحف، الى المطاعم، في كثير من الأماكن. نعم. إجباري للعاملين في المراكز الحكومية والخصوصية. نعم. عشان هيك إذن الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أو الأوروبية الشرق أوسطية يرى أن الإجبار بتلقي لقاحات كورونا ربما يكون هو السبيل الأمثل لتفادي تفشي مزيد من سلالات كورونا المتحورة. شكرا جزيلا لحضرتك.